أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم بمن يفسر القرآن على غير علم، وإذا نصحته قال: الله جعل لنا عقول؟ لا يجوز هذا، هذا قول على الله بغير علم. وفي الحديث: من قال بالقرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. هذا ذكره الحافظ ابن كثير في أول تفسيره وأثنى على سنده، والقول هو من القول على الله بغير علم. أن تفسر كلام الله بعقلك، لا يفسر كلام الله إلا بوجوه التفسير المعتبرة، وهي تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بأقوال التابعين، أو تفسير القرآن باللغة العربية التي نزل بها. نعم. أحسن الله إليكم. أما العقل فلا له دخل في تفسير القرآن. نعم.